بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في رحاب طيبة الطيبة. نستأنف معكم أيها الأحباب سلسلة تغطياتنا عن مطاعم المدينة المنورة، ومطعمنا لهذا اليوم يقع على طريق السلام النازل، وتحديدا في حي الجموات. طبعا هذا طريق السلام النازل الذي يذهب بنا إلى الحرم، وهذا طريق الجامعات، هنا طريق الجامعات والطريق الذي يؤدي بنا إلى طريق العزيزية. مطعمنا لهذا اليوم هو مطعم مونار، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا المطعم مطعم فريد من نوعه، يقدم وجبات مميزة وأصناف عديدة بطريقة أيضا مميزة، بالإضافة إلى أن ديكور المحل أيضا ديكور مميز، والخدمة جدا مميزة في الداخل. وأيضا مما يتميز به هذا المطعم وجود جلسات أيضا للعوائل، بالإضافة إلى الأفراد، وجلسات كما تشاهدون داخلية وخارجية. هنا مدخل العوائل في هذه الجهة، ومدخل الأفراد على الطريق الرئيسي. الآن سندخل إلى الداخل ونريكم بعض ما في داخل هذا المحل الجميل، ما شاء الله كما ذكرنا لكم يتميز بالديكور الرائع، وأيضا عنده يعرض لكم ما يوضع في الطعام من هيل وزعفران وغيره. الآن نريكم، وكذلك السمن. بسم الله، السلام عليكم، ما شاء الله كما ذكرنا لكم ديكور المحل جدا رائع. يوجد أيضا بعض العبارات في أنحاء متفرقة من المحل، ما شاء الله. وهنا بعض الأصناف الموجودة والعبارات كما ذكرنا لكم. طبعا المطعم كان قد افتتح في شوران ثم انتقل إلى هذا المكان، ما شاء الله كما تلاحظون الحركة قوية في هذا الفرع. هذه بعض الوجبات المقدمة، سنريكم الآن بعض الوجبات من خلال المنيو الموجود، ما شاء الله. هذا ديكور المحل، ما شاء الله. طبعا العوائل في الأعلى، لا شيء أجمل من صباح فات في رفقة الأصحاب والشاي الكرك. طبعا مما يميز هذا المطعم أيضا الشاي الكرك. انظروا هذه بعض الأشياء الموجودة في المحل، وهذه حكمة صينية طبقوها في منام. تفضل تفضل، افطر فطور الملوك، وتغدى غداء الأمراء، وتعشى عشاء الفقراء. جميل. أيضا مما يميز هذا المطعم عندهم العريكة الجنوبية، ما شاء الله عريكة جدا جميلة. طيب الآن نريكم بعض الأصناف. يلا الشيخ عبد العزيز، أنا من اليوم جالس أصور ومطنشك، كيف كيف المطعم؟ كيف رأيت المطعم؟ الشيخ جربت أغلب الأطباق يعني. طيب إيش الشيء المميز اللي لاحظته عنده؟ اللي موجود في الصورة هذا صراحة. يا سلام. أكثر شيء ما شاء الله. يا سلام. اسمه كفتاجي. كفتاجي دجاج. يجي طبق ويجي سندويش. هنا شوف حتى يعني إيش قالوا لك، مصنع التنقيب عن السعادة من خلال تقنيات الأكل، يعني يبحثوا عن أشياء جديدة ما هي موجودة. منها هذه، هذا الشيء. هذه عبارة عن دجاج. أيوة. زي طعمها زي البرجر كذا. يا سلام. كفتة أو البرجر. مقطع كده على خبز تورتيلا ومحطوط عليها جبن وصوصات ما شاء الله. هذا الكرك جاء هنا، شوف
عندهم نتميز بالكفتاجي، أطباق العسل والتمر، العريكة، الحمسات، خبز الهندي، يعني أشياء ممكن ما تجدها إلا في هذا المطعم. هذا يا سلام. طبعا هذه الأسعار زي ما نشوف، في عندهم سندويشات وعندهم كذلك صحون، هذه مشروبات باردة وساخنة. طبعا عندهم غدا هم ولا سكر؟ سكر ايوه، ما عادي سكر ايش؟ ايوه حط سكر، اكيد لازم سكر. اديك هو كمان اربع حق زياده احسن عشان اخشن. جيب زياده، جيب زياده، ايوه جيب زياده. طيب هذا الكرك الساده ايوه، في كرك زعفران، ايوه في حركه. انا شايف انه ما شاء الله هناك العبارات محطوطه، هناك كل الاشياء اللي بيضيفوها للمكونات حاطين لك اياها قدامك عشان يوروك انه ما يجيبوا شيء. تعبان اغراض الاشياء اللي يستخدموها عضويه، ماشي شغل نظيف، يعني شغل نظيف، اللحم نعيم، عشان كذا الاسعار شوي كذا نوعا ما. اللي يحط في هذا نعناع عضوي، العسل اصلي، يعني لا ما شاء الله شغل محترم، ما شاء الله شيء طيب، ما شاء الله يعني يستاهلوا التجربة، لازم تجربوها. شوف حتى حركات، يعني شوف حركتات، ها جلسة وحفر على الخشب، الورود هذه، لا ما شاء الله شغل في المغل. بفايات حتى في البرد زي اي اللي برا، هذه الجلسات الخارجية كمان روعة في الليل. طبعا ايضا ننصحكم بمتابعة سناب الشيخ أبو أسيد اللي هو أحد شركاء هذا المطعم، طبعا عنده يوميات جميلة، فنضع لكم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان يعني أنا لا تنسوني من لا يا أبو سبسكرايب، يعني الأمور هذه أهم شيء سناب، نبغى نفعل السناب شوي، فضيفونا في السناب نضع لكم في الوصف. و الآن ننتظر حتى يجي الطعام ونصور لكم الطعام. يا سلام، أخيرا إجى الأكل، ما شاء الله. هذا الكفتاجي هذا، ما وهذا إيش؟ هذه الصلصات، هذه لبن و طحينة أيوة، وهذا صلصة المايونيز مع الماء. يا سلام، هذا عاد أنا مالي فيه، خذه أهديك إياه. هذا اللحس، هذا وهذا الخبز عنده، ما شاء الله. جباتي برد وعنده جباتي عالية. يا سلام سريك. يا سلام، وبالعافية علينا. ما شاء الله شغل يعني طيب. عاد الآن نترككم في رعاية الله و طهمجتين يلا بالتوفيق والسداد.